الشعب ونتقربوا من الشعب والبلديات. شحال عندك من رئيس بلدية؟ اسمح لي، والبلديات اللي مع الانتخابات شحال ما عطيتنيش رقم، انت ما تجاوبني على الارقام. انت اللي قاعد نمد، اعطيني ارقام. انت اللي قاعد نمد، اعطيني ارقام. انا اللي قاعد نمد، معليش اعطيني ارقام يا سي بوعشا. اعطيني ارقام يا سي بوعشا. احنا في هذا الطرح نطبقوا كامل ونروحوا خلاص. خلاص خلوها الفن اللي عندي حزب السلطه وحزب المواليد وحزب السلطه والمواليد. مش موضوع يا سي بوعشا. لا مانيش معاك، اليوم انت مرشح للرئاسيه. انت تميل، انت تميل بزاف صحابي، مش حيادي. انت تميل للسلطه بزاف، انت تميل للسلطه بزاف. اسمح لي بالعباره، تميل للسلطه بزاف. انت ماكش حيادي، لازم الصحافي يكون حيادي. هذا يسلك الصحاف. انا درست ماجستير، ديتها في المدرسه تبع العجنون العلوم السياسيه والاعلام. انا درست انت متخرج من الكاسمع كيما ربما درست انت. لازم تكون حيادي صحافي، ما يكونش يميل للسلطه معينه. انت قاعد تهاجم فيا، مش قاعد تدير هذه مهاجمه تاعك. مش كسرنا، ما احنا ما نتكسروش. احنا اسمع، احنا راك شعب واحنا نخدموا. اسمع، راني نخدم راسي مرفوع. اسمع، راسي مرفوع ونخدم. مانيش شيات، دير في بالك مليح وراني نخدم. وعندي 20 سنه ونفس الساحه السياسيه نخدم. هذه باش ديرها في بالك. اسمع، اما اذا تحوس عليا بلي راني ندخل الولايه، نروح للولايه ونتخاصم ويعرفوني. قاعد ولا تعرفوني؟ مانيش معاك. اسمح لي، معذره. الصحفي انت مايل بزاف لجهه معينه. انت قاعد تكسر فينا. خلاص، خليه يرد. لازم نكون حيادي. سبحان الله.